احنا شايفين درع بطولة الدوري الممتاز والشرقية طبعا ملوك اللعبة وتحقيق بطولة الدوري طبعا بعد الفوز على الطائرات حامل اللقب بتعود البطولة مرة تانية لأبطال أفريقيا فريق الشرقية عمرو الهادي طبعا أحد نجوم الفريق وأحد الكباتن الكبار في فريق الشرقية بنقول لك ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك شكرا جزيلا ربنا يخليك. الحمد لله الحمد لله. اتكلمنا على تحقيق البطولة طبعا وكالعادة فريق الشرقية بيحقق والله يعني هي حاجة مش جديدة الحمد لله بس ده ما بيجيش برضو هباء كده يعني في شغل وفي مجهود اتبذل على مدار الموسم الحمد لله سواء في تدريب في اعداد في دعم من مجلس إدارة في المشرف العام بتاعنا على الهوكي في إدارة فنية إدارة طبية لا الحمد لله رب العالمين الدعم من كل الناس هو ده اللي بيوصل للنتيجة اللي حضرتك شايفها دي. الحمد لله. يعني اكيد رجعتوا من بورسعيد بالدرع للشرقية اكيد اهالي الشرقية دلوقتي مبسوطين تقول لهم ايه بقى دلوقتي بعد هذا الفوز؟ اقول لهم الف مبروك حاجة الحمد لله مش جديدة عليكم احنا بنحاول نفرحكم بابسط حاجة يعني ان احنا نقدم لكم بطولة زي ما انتم متعودين احنا مش هنحاول نخلف وعدنا معاكم. الحمد لله طبعا نادي الشرقية هو حاصد لمعظم البطولات سواء على المستوى القاري او على المستوى المحلي. بالنسبة للبطولات الأفريقية احنا يعتبر حصلنا على حوالي 26 او 27 بطولة. بالنسبة المحلية الحمد لله احنا دايما بيبقى الكاس والدوري والسوبر بيبقى من حظ الشرقية واحنا يعني بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نولد مجموعة من الناشئين عشان يبقوا الاستمرارية تبقى موجودة في فكر موجود في إدارة بتحاول تحط كل ما هو ينجح هذه المنظومة وإن شاء الله بإذن الله يظل هوكي الشرقية في المقدمة ويظل مصدر فخر لمحافظة الشرقية ككل والنادي الشرقية وجميع أعضاء نادي الشرقية. لا الحمد لله في البداية طبعا بحب أشكركم لتواجدكم معانا النهاردة وده كله بتوفيق ربنا يعني المكسب والخسارة والحمد لله على كل شيء. شفنا المباراة كانت صعبة جدا وكنا ممكن نوصل لمباراة فاصلة لكن في الآخر فريق الشرقية قدر ان هو يعمل الريمونتات. والله هي دي لعبة الهوكي يعني رياضة الهوكي لغاية آخر لحظة انت بتلعب فاحنا معودين فريقنا على كده وهي فريق بطولات فهو بيقدر يرجع المباراة في أي وقت لأن بقى كان في وقت كان في حوالي 9 دقايق متبقيين والحمد لله بتوفيق ربنا قدرنا نرجع للمباراة تانية. فريق الطيارات حارب الفترة اللي فاتت ديت عنده نقص كتير في اللعيبة في لعيبة كتير عندهم محترفين برا مصر في إيطاليا وفي فرنسا عشان كده الفترة اللي فاتت دي ما كانوش أحسن حاجة بس هما النهاردة أدوا أداء غير طبيعي كل واحد من عندهم كان بيلعب بروحين كانوا موتين نفسهم على الماتش مفيش بديل عندهم غير المكسب فدي كانت حاجه صعبه جدا فالتعادل كان بالنسبه لنا خلاص الماتش خلص كلها يعني انا تحيي اللقب ده وبشكر الجهاز الفني ان هو اعتمد عليا واداني الفرصه ان انا ابقى اكون موجود وسط اللعيبه الكبيره دي طبعا برضو في نقطه مهمه ده انت منتخب مصر الاولمبي وداخل على اولمبيات ومنتخب الشباب انا منتخب تاني انا 2005 عندنا منتخب تاني 2004 ان شاء الله يعني يكون منتخب حلو يعني احنا حققنا المركز ال 14 كاس العالم اللي فات طبعا ده يعني يعتبر انجاز احنا حققناه يعني.